أعربت الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن فخرها بالتعاون المشترك مع مجموعة بنك البحرين للتنمية في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة. نعم، جاء ذلك بمناسبة حضور الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والسيدة دلال الغيث الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية لمشروع تشجير ممشى الرفع، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء. في ضوء ذلك أشارت الشيخة مرام إلى أن هذا التعاون المشترك يتسق مع الأهداف الوطنية لمملكة البحرين ويحقق التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الحكومية نحو تحقيق الحياد الكربوني الصفري مع حلول عام 2060. من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية إلى أن مشاركة البنك في حملة دمتي خضراء تأتي في سبيل المساهمة في خلق بيئة مستدامة من خلال زيادة الرقعة الخضراء في المملكة وتقليل الانبعاثات الكربونية. تأتي اليوم مشاركتنا في حملة دمتي خضراء من إيماننا بأهداف الوصول للحياد الصفري 2060، وخطتنا من أهداف الاستدامة وتوفير بقع خضراء في المملكة. اليوم مشاركتنا في حملة دمتي خضراء ما هو إلا امتداد لدعم وجهود المبادرة الوطنية للقطاع الزراعي. طبعا اليوم احنا موجودين في ممشى الرفاع، اليوم مبادرتنا فيه راح تعكس انعكاس إيجابي انه تأكد على أهمية الاستدامة في مملكتنا الحبيبة.